أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صحافة اليوم، نبدأها معكم من العناوين. من الراية القطرية أوباما: سأضرب سوريا ولن أنتظر مجلس الأمن، واستعدادات في إنجرليك وسفن أمريكية قبالة سوريا. من كوميرسانت الروسية: روسيا تؤجل تزويد سوريا بمقاتلات حربية وصواريخ S-300. أورينت نت ينقل عن أهالي دمشق قولهم: سنراقب قصف مقرات الأسد الفارغة من الشرفات. ذكرت صحيفة الراية القطرية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أنه قرر توجيه ضربة عسكرية محدودة لسوريا، لكنه طلب تفويضا من الكونغرس تنفيذ ذلك، معبرا عن جهوزية القوات الأمريكية لتوجيه الضربة في أي لحظة. وقال أوباما في تصريح بالبيت الأبيض: قررت اتخاذ التدابير العسكرية ضد سوريا، حلقت طائرات عسكرية فوق قاعدة إنجرليك الجوية التركية استعدادا لانطلاق الضربة العسكرية على سوريا، وتم نصب في هذا في وقت سابق من هذا العام بعض أنظمة صواريخ باتريوت الهولندية في قاعدة إنجرليك الجوية في تحرك استهدف تعزيز دفاعات تركيا ضد تهديد الهجمات الجوية القادمة من سوريا. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تزال في عملية التخطيط لرد عسكري محدود لا يكون مفتوحا أو يتضمن نشر قوات برية، ولم يحدد إطارا زمنيا للتحرك. في صحيفة أخبار الخليج البحرينية نطالع الكاتب محمد القوتي مقال بعنوان: السيناريوهات المتوقعة في سوريا، تحدث فيها عن الخيارات الأمريكية في توجيه الضربة العسكرية لنظام الأسد ما بين استخدام الصواريخ والطائرات الحربية المقاتلة إلى إقامة منطقة حظر للطيران. في ظل هذه الإجراءات المشحونة هذه الأيام بخصوص احتمالية ضربات عسكرية لسوريا وتخوفات البعض في من ستطال هذه الضربات وهل ستقتصر على جيش النظام أم ستطال جزءا من المجاهدين في سوريا، وفي هذا الشأن وضع الجنرال مارتن ديمسي ورقة وثيقة غير مصنفة حول الخيارات التي استعد لها الجيش الأمريكي ويمكنه تنفيذها إذا ما طلب منه ذلك، أي بعد صدور القرار السياسي. وقد لخصت الورقة 5 خيارات أساسية هي: تأمين التدريس والتسليح والمساعدة للمعارضة السورية، وهو يتطلب مناطق آمنة ويكلف حوالي 500 مليون دولار شهريا، بالإضافة إلى دعم البلدان الحليفة والقيام بضربات عسكرية محدودة، وتتطلب اشتراك مئات الطائرات بالإضافة إلى السفن والغواصات، ويتم من خلالها استهداف المراكز ذات القيمة العالية للنظام ووحدة الصواريخ وأنظمة الدفاع والمقرات العسكرية والقوات الأرضية والبحرية والجوية. قد تكون هناك أضرار جانبية في هذا السيناريو، قد تطال المدنيين والدول المجاورة السيطرة على الأسلحة الكيماوية، وسيتطلب هذا الأمر تدمير الغالبية العظمى للترسانة الكيماوية السورية ووسائل استخدامها والسيطرة على كافة مكونات البرنامج الكيماوي، ويتطلب هذا الخيار استخدام ضربات جوية وصاروخية والآلاف من وحدات القوات الخاصة وتطبيق منطقة حظر جوية. الجميع ينتظر هذه الضربات لإنهاء الطغيان الأسدي على الشعب السوري، أو على الأقل دعم الجيش الحر للتقدم وتحرير سوريا. إلى صحيفة الشرق القطرية ومقالة الغرب يلاعب الأسد للكاتب سمير حجازي، جاء فيها كثيرة هي الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، إلا أن الثابت الوحيد في المشهد هو أن المعركة المقبلة في سوريا ستكون أعنف وأكثر شراسة، وأنها قد تتحول إلى حرب إقليمية بامتياز إذا أفلتت الأمور عن السيطرة، وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. انتظار اللحظات الحاسمة من عمر الثورة السورية، يبدو المشهد فيها ضبابيا ومربكا على حد بعيد، فالغرب يلوح بتوجيه ضربات لنظام الأسد، ودول الجوار تتأهب، والكيان الإسرائيلي يعلن حالة الاستنفار، وطوفان النازحين السوريين يداهم لبنان والأردن وتركيا، وسط أنباء عن مغادرة عائلات كبار ضباط نظام الأسد إلى لبنان ومنها إلى دول أخرى، فالكل بانتظار ساعة الصفر لبدء الهجوم الغربي على المرافق الحيوية لنظام الأسد وقوته وثكناته ومطاراته وبنك من الأهداف الحيوية. الغرب ومعه حلفاؤه العرب لن يخوض حربا نظيفة أو أخلاقية ضد نظام الأسد، لأن التدخل الغربي محدد الأهداف دون التورط في حرب أو إسقاط الأسد، وهذا يفرض طرح السؤال التالي:
إذا كان الغرب لا يريد إسقاط الأسد، فما هو هدف هذه الضربات إذن؟ هذا ما أجاب عليه المتحدث باسم البيت الأبيض بقوله: مستقبل سوريا يكمن في الحل السياسي عبر مفاوضات من دون الأسد، مما يكشف بعض بنود الصفقة الأمريكية الروسية. الثابت الوحيد في هذا المشهد المعقد أن بشار الأسد قد انتهى، مع رفع الغطاء الروسي عنه علنا، وأن عليه مغادرة السلطة وسوريا، لكن الاحتمالات بعد ذلك تبقى مفتوحة على كل الاتجاهات، ومرهونة بقوة الضربات الغربية والمدى الذي ستذهب إليه، وقدرة نظام الأسد على الصمود، وموقف إيران من التدخل العسكري الغربي، وهل هي مستعدة لخوض الحرب دفاعا عنه، وهل هي مستعدة لفتح جبهات أخرى للتخفيف عن نظام الأسد. من افتتاحية صحيفة الراية القطرية نقرأ تحت عنوان: في مواجهة الحقيقة. تساءلت فيها عن مدى استعداد الأسد ونظامه للتراجع أمام هذا الحشد الدولي والعسكري الذي سوف يستهدف نظامه ويغير من موازين القوى على الأرض. أصبح من الواضح أن نظام الأسد سيتلقى ضربة عسكرية بقيادة أمريكية، سواء تم ذلك بتفويض أممي أو بشكل أحادي، فطبول الحرب بدأت تقرع والكل أصبح ينتظر الموعد فقط، وخصوصا بعد خطاب الرئيس الأمريكي مساء أمس، والذي أكد أن الضربة قادمة لا محالة من أجل حماية الشعب السوري من التعرض مجددا لهجمات بالأسلحة الكيميائية التي دأب نظام الأسد الإجرامي على قتل شعبه بها. الأسد كانت لديه قناعة راسخة بأنه لن يعاقب على جرائمه بحق شعبه، فقد استغل تغاضي المجتمع عما يقوم به ليواصل حربه الضروس ضد شعبه، فاستخدم كل الأسلحة المحرمة دوليا ليجبره على التراجع عن مطالبه والقبول به واقعا ثقيلا، فقد قال لشعبه: إما أنا أو الطوفان، وتسبب في سبيل ذلك بمجازر وشلالات من الدماء، ولكن شعبه الذي تنفس عبير الحرية واجه إجرامه بصمود يعز نظيره، فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. تهديدات الأسد لدول الجوار العربي التي سعت لحل الأزمة سلميا أمر غير مقبول، فتلك الدول ليست جزءا من الأزمة السورية، بل هي جزء أساسي من الحل، لأنها تحوي على أراضيها مئات الآلاف من النازحين السوريين. فمشكلة الأسد مع نفسه بالذات ومع أركان نظامه، فهل يتراجع النظام عن إجرامه لإنهاء الأزمة؟ صحيفة كوميرسانت الروسية نقلت عن مصدر لم تسمه في شركة روسوبورن إكسبورت الحكومية المسؤولة عن صادرات الأسلحة أنه لن يتم تسليح 12 طائرة مقاتلة قبل 3 أعوام قادمة، إضافة إلى تجميد صفقة صواريخ S-300 لأسباب مادية وفنية. وقالت بأن موسكو أرجأت تزويد النظام السوري بطائرات مقاتلة ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية S-300، معللة ذلك بأن دمشق لم تسدد ثمنها. صحيفة الوطن السعودية كتبت في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان: مأزق النظام السوري يقوده للتمسك بحل سياسي. رأت فيها أن النظام السوري شعر بعدما شعر بأن روسيا قد تخلت عنه، بات يبحث عن حل سياسي يخرجه من هذه الورطة التي طالما عرقل ومعها روسيا جهود الحل السياسية السابقة لإنهاء الأزمة السورية. ليس غريبا على النظام السوري الذي لم يعترف لغاية اليوم بالثورة الشعبية ضده أن ينفي وجود أدلة على استخدامه للأسلحة الكيماوية، ويعلن أمس بحسب بيان وزارة خارجيته أن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي عن وجود أدلة قاطعة تمهيدا للضربة العسكرية المتوقعة قريبا يعتمد على روايات قديمة نشرها الإرهابيون منذ أكثر من أسبوع بكل ما تحمل من فبركة وكذب وتلفيق. النظام السوري عندما وقع في شر أعماله نصب نفسه مدافعا عن الشعب فيما هو في الحقيقة قمعه ودمر مدنه، متجاهلا أنه قتل مئات الألوف منهم بصواريخه وآلته التدميرية. وحين يتحدث عن القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ينسى أنها تنص على حماية المدنيين الذين لم يكترث بهم، وأرسل قواته وعصابات شبيحته لتمارس عليهم عمليات القتل والإبادة، ولم يردعهم أحد عن ارتكاب الكثير من المجازر بحق المدنيين. كذلك فإن قول وزير الخارجية السوري للأمين العام للأمم المتحدة في اتصاله معه أول من أمس إن النظام السوري يدعم جهوده لعقد
عقد مؤتمر جنيف، لأنه يرى أن الحل السياسي يشكل المخرج من هذا الوضع، وأن أي عدوان على سوريا هو نصف للجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة. يظهر تناقض النظام الذي عطل مرارا، وعندما أحس بالورطة بات يأمل بحل سياسي. نقرأ في صحيفة الحياة اللندنية مقال الكاتب محمد الأشهب تحت عنوان الحكم الصادر ضد دمشق، أوضح فيها أن قرار الضربة العسكرية على نظام سوري قد اتخذ، وأن التنفيذ يتطلب مراجعة بعض الأمور القانونية. لم يوجه مجلس العموم البريطاني رسالة خاطئة إلى سوريا، لكنه أبان عن مدى احترام إرادة الناخبين، فيما النظام السوري يزيد إصرارا على إبادة شعبه الذي انتفض ضد الاستبداد، وبالقدر الذي يبدو الرأي العام الغربي متمسكا برصد أهداف أي حرب حرصا منه على حياة جنوده، يقدم بشار الأسد نموذجا سافرا في الاستخفاف بحياة شعب كامل حوله إلى رهائن سياسته، إما قاتلا أو مقتولا. إضافة إلى أن رصيد النظام السوري في النكسات لم يتوقف، فقد أجبرت قواته على الانسحاب من لبنان ولم يستوعب الرسالة، وجرى تصنيف الذراع العسكرية لحزب الله بما يحد من نفوذه، لكن ذلك زاد طبيعة تحالفه القائم عن النظام السوري، فيما الدرس العراقي لم يغير شيئا من عقيدة بشار الأسد الذي تحيط به الحرائق من كل جانب. إن قرار الحرب اتخذ، وإن تنفيذه لا يتطلب أكثر من تقليب صفحات المرجعية القانونية والأخلاقية التي تعزز المواقف. وما أشبه نظام بشار الأسد بذاك السجين الذي صدر ضده حكم الإعدام ولم يعد يؤرقه شيء سوى حلول موعد تنفيذه، فالبوارج الحربية لها وقعها أيضا، مثل الأقدام الثقيلة التي تعبر ممرات الموت ليلة تنفيذ حكم الإعدام الذي لا يحتمل أي نقص أو إرجاء. للتعليق ومناقشة أبرز ما أوردته الصحف، ينضم إلينا هنا في الأستوديو الكاتب الصحفي معا البياري. أهلا ومرحبا بك معنا في صحافة اليوم. بعض الصحف تساءلت عن ما وراء قرار أوباما حول توجيه الضربة العسكرية للنظام السوري، برأيك هل هي محاولة للهروب إلى الأمام أم لأخذ تفويض أوسع للعمل العسكري؟ فعلا هو طلب التفويض رسميا صباح اليوم، وأعلن أمس أنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس لشن الضربة العسكرية المرتقبة على مواقع سورية. نعم. هو قال بوضوح أنه يستطيع أن يقوم بهذه الضربة من دون هذا التفويض، لكنه حريص على الحصول على موافقة الكونغرس، ما يدل على أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى حماية لقراره، يحتاج إلى أن يتحصن بإرادة الناخب الأمريكي في ذهابه نحو هذه الضربة. نعم. حيث الهواجس الأمريكية من خوض أي حروب ومن خوض أي تجارب عسكرية جديدة ما تزال طرية. المقلق في هناك تجربة العراق وغيرها ما تزال طرية في الذهن الأمريكي، وهناك تحسب وتحرز، ويحتاج إلى أن يتسلح بموافقة الكونغرس قبل شن الضربة التي بات مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبادر إليها. حسنا. ضد مواقع سورية. وفقا لقراءات الصحف أيضا، هناك تعليقات كثيرة على الانسحاب البريطاني من الضربة العسكرية على نظام الأسد، برأيك هل سيؤثر هذا الموقف على العلاقات الأمريكية البريطانية أو على القرار الأمريكي؟ يعني الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحفظ أو تنتقد قرار لمجلس لبرلمان أوروبي لبرلمان بريطانيا، هذا قرار الشعب البريطاني. أظن أن قرار مجلس العموم البريطاني هو ساعد في تحفيز أوباما على الطلب من الكونغرس الموافقة اللازمة، الموافقة التي أرادها، لكن لا أتصور إطلاقا أن مثل هذا أن انسحاب بريطانيا بموجب ممانعة مجلس العموم ستؤثر على العلاقة البريطانية الأمريكية. هذا أمر يخرج عن تقاليد الثقافة الديمقراطية والتقاليد المرعية في هذا الأمر. هل سيؤثر ذلك على القرار الأمريكي في اتخاذ الضربة؟ لا، قلت ربما أنه حفز يعني ممانعة مجلس العموم البريطاني إعطاء تفويض لرئيس الوزراء جيمس كاميرون توجيه المشاركة في الضربة الأمريكية المرتقبة، ربما حفز باراك أوباما على الذهاب إلى الكونغرس لطلب التفويض. نعم. طيب كيف تقرأ تباين الموقف الروسي
من النظام السوري في الفترة الأخيرة، خصوصا أن صحيفة كوميرسانت الروسية قالت اليوم أن الروس أجلوا تسليم طائرات حربية مقاتلة وصواريخ S-300 للنظام السوري لمسائل مادية أو فنية. يعني في الأغلب أن موسكو بدأت، أو ربما من 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 أسابيع بدأت تقرأ مستقبلا مظلما للنظام السوري. ربما أنها شاهدت إشارات واضحة بالنسبة إليها على أن نهاية هذا النظام تقترب، وأنه يتآكل ويتهاوى ويحتضر. هذا في الأغلب هو الدافع وراء تجميد هذه الصفقات وإشهار أن عدم دفع السوريين ما هو مستحق عليهم مقابل أسلحة وصواريخ أمر يرجئ تسليمهم هذه الأسلحة والصواريخ. فضلا عن ذلك أن استهداف الأمريكي لمواقع سورية ولأسلحة سورية في الأراضي السورية، هذا أمر قد يحرج موسكو بأن أسلحتها التي ستضرب وأن أسلحتها هي التي ستستهدف. في اعتقادي أن هذه العوامل ربما كانت وراء هذه المواقف الروسية اللافتة إلى حد ما والجديدة نوعا ما. هناك أيضا من أشار إلى تخوف إيراني من أن موسكو قد تتنازل عن مشاركة إيران في جنيف 2 المزعوم. يعني ما زال مؤتمر جنيف 2 ما زال يحوطه كثير من الشكوك، نعم، وكثير من التشوش، ما زال غير مؤكد انعقاده. إضافة إلى ذلك أن المواقف أو الأطراف التي ستشارك فيه ما زالت غير محسومة. في ظني أن مشاركة إيران أو عدم مشاركتها يعني تفصيل صغير في هذا الأمر. وهذا وارد أن موسكو لم تعد تتحمس لمشاركة إيران بالنظر إلى المفاعيل المتسارعة، يعني الكل ينتظر هذه الضربة وتبعاتها. نعم. ما سيستجد من معطيات بعد الضربة سيفرز مواقف أخرى وسيفرز قرارات أخرى لدى الروس، لدى إيران، لدى الجميع. طيب، من بعد ما طالعنا أيضا البعض حذر من عدم القيام بالضربة العسكرية ضد نظام الأسد لأن ذلك سوف يسهم في المزيد من الجرائم والمزيد من التوغل الإيراني في المنطقة. كيف تعلق؟ يعني هناك اجتهاد يقول ربما يكون محقا أن الضربة العسكرية إذا لم تكن إذا كانت فقط جراحية وعقابية، نعم، ربما ستقوي نظام الأسد، ربما لن تؤثر عليه تماما. يعني إذا لم تكن الضربة مؤلمة إلى حد الإيذاء وإلى حد أنه يساعد على انكساره، فلماذا هي الضربة إذن؟ التأكيدات الأمريكية اليومية من جون كيري وإلى باراك أوباما يوميا أنها ستكون الضربة محدودة ولن تكون مفتوحة وستكون عقابية، هذا أمر يبين أن المدى الذي ستذهب إليه هذه الضربة لن يكون ذا تأثير كبير ربما على النظام. هذا يعني هذه توقعات أولى، لا نستطيع أن يعني أن نحسم في هذا الأمر، لكن البادي أن مثل هذا المنظور هو قيد التداول وقيد النقاش. هذا الأمر يعني يبعث على التفكير فيما تفضلت فيه، على احتمال أو على الأقل على التفكير في احتمال حدوثه. نعم، طلعنا في بعض الصحف أيضا انتقادا لما يسمى بالتيار القومي بالمجايدة في مواقف الرفض للضربة العسكرية على الأسد مقابل التعامي عن الإساءة لشعب يذبح يوميا على يد طاغية. يعني أنا فعلا أتفهم المشاعر الوجدانية الوطنية لدى الشعب العربي عموما ولدى إخواننا في التيار القومي وغيره من رفض لضربة عسكرية على بلد عربي. يعني هذا أمر لا أريد أن لا أدينه ولا أخذ منه موقفا سلبيا، لكن فعلا عندما يقترن هذا الأمر، نعم، بالتعامي عن جرائم متوحشة وعن جرائم حرب وجرائم إبادة وقتل يومي ضد الشعب السوري سواء في الغوطة أو غيرها، إذا كان النظام السوري لم يستعمل الكيماوي في ضرب أكثر من 1000 سوري بينهم نصفهم أطفال بالكيماوي، ضربهم بغير الكيماوي، إذن يعني مثل هذه الجريمة أعتقد أن الحس الأخلاقي والإنساني يفترض أن يكون عاليا لدى إخواننا في التيار القومي أو غيره عندما يرفضون وعندما ينددون بضربة أمريكية وتهديدات أمريكية قائمة. نود أن تبقى معنا الآن وسنعود إليك سيدنا بعد قليل التعليق على ما ورد في صحف أخرى. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من الصحافة، فابقوا معنا.
بشار الأسد قتلنا نهبنا. فعلينا أن نعود باتجاه الخلف على الأقل قرن ونصف. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. How they were used, when they were used, who used them. إننا أمة لو جهنم صبت على رأسنا وأكبر. A political solution first of all. الله أكبر. الله أكبر. والصور الأحرار. صار معنا نحن نايمين ضربوا علينا كيماوي ما شفنا إلا هالعالم وهالزمامير. طلعنا لقينا العالم ميتة بالأطراق بالآلاف ماتوا ما صفينا حدا. الله لا يوفقك يا بشار. شو بدك لك؟ شو بدك إلنا لك؟ قتلنا وخلصنا وخلي البلد كله إلك. الأطفال الأطفال كلها أطفال صغيرة. الله ينتقم منك. فرجوا على الشهداء عنا كلها أطفال ميتة بالأرض جوا النسوان. أدوية ما عنا ما عنا شيء. لا مي لا كهرباء ما في شيء. الله ينتقم منك ومن كل جبار يا رب. أهلا بكم من جديد. إن الخاسر الأكبر في سقوط الأسد ستكون روسيا، فهي من ناحية ستخسر حليفا استراتيجيا إقليميا مهما، ومن ناحية أخرى قد تخسر موطئ القدم المعهود في المياه الدافئة المتوسطية. الكاتبة مها عون ومقالتها في صحيفة السياسة الكويتية تداعيات الضربة على خصوم النظام. اليوم تغيرت الأوضاع بعد قرار المجتمع الدولي قطع رأس الأفعى، ولكن نظرا إلى طول المدة الزمنية التي استمر فيها القتال في سوريا، ونظرا إلى عمق واتساع شبكة الضالعين الإقليميين في القتال الدائر في الداخل السوري، من هذه الناحية يمكن القول إن هذه الضربة المتوقعة والمنوي تسديدها لأجهزة ومواقع الجيش النظامي اللوجستية تختلف عن سابقتها من الضربات التي سددها المجتمع الدولي لبعض الأنظمة المارقة في المنطقة. فعلى سبيل المثال لبنان الذي يعتبر معنيا مباشرة بالوضع السوري قد يتأثر بشكل مباشر من سقوط النظام، ففي ظل غياب مختلف مؤسسات الدولة السياسية من المتوقع أن يطال التغيير الحاصل في سوريا كل القاعدة السياسية في لبنان، بدءا بحزب الله الذي سوف يجد نفسه وحيدا ضعيفا، ناهيك عن تحوله لكيان معزول سياسيا ولوجستيا عن وريده الأم في طهران، إضافة إلى أنه سيتعرض قريبا لشماتة الشعب اللبناني. أما بالنسبة لإيران فستتقلص تدريجيا صورتها تجاه شعبها بانحصار هيمنتها المباشرة على الداخل السوري وعلى الداخل اللبناني بعد انكفاء حزب الله. ويبقى أن الخاسر الأكبر ستكون روسيا، فهي من ناحية ستخسر حليفا استراتيجيا إقليميا مهما، ومن ناحية أخرى قد تخسر موطئ القدم المعهود في المياه الدافئة المتوسطية. ولكن على ما يبدو والإغراءات المقدمة لها كانت كافية ووافية لتمييل الكفة لمصلحة تخليها عن بشار الأسد. في أورينت نت كتب رامي ميداني بعد تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول استعداد بلاده للقيام بضربة عسكرية ضد النظام: سادت الشارع الدمشقي حالة من الترقب والقلق، وخلت الشوارع من المارة، ولوحظت علامات الخوف واليأس في عيون عناصر الحواجز الأسدية المنتشرين في شوارع دمشق وحاراتها. فالنظام قام بتفريغ مقراته وفروعه الأمنية الكائنة في كفر سوسة من الضباط والعناصر، وتم نقلها إلى المدارس القريبة كمدرسة المقدسي وبهجة البيطار في منطقة الغواص حي الميدان، واحتل مكاتبها ونشر القناصة على أسطحها والحراس على محيطها، كما قام بنقل مقر قيادة فرع 40 بالجسر الأبيض إلى مدارس قريبة منها، وأوضحت جميع مدارس
طلعت الإسكان بالمزة مقرات جديدة للأفرع الأمنية باعتبار أن الضربة العسكرية لا تتضمن قصف المؤسسات التعليمية. ومن المضحك والملفت للنظر أن الكثير من الشبان والشابات اتجهوا لشراء المعسل والفحم مستهزئين بالضربة العسكرية الأمريكية المحتملة. كما قالت الشابة رنا: صار لنا سنتين ونصف حرب، والشيء الوحيد يلي راح يتغير ضربات مقرات للأسد باتت خاوية من عناصرها وقادتها المجرمين. الضربة هي فقط لحفظ ماء الوجه لأوباما أمام المجتمع الأمريكي، وغدا سنجد شبيحة الأسد يحتفلون بالنصر المزعوم على أمريكا، وسيزيد النظام وتيرة قصفه واستهدافه لمناطق المعارضة. علينا التحضير للضربة باعتبارها سيران، لكن هذه المرة ليس في الغوطة، إنما من شرفات منازلنا المطلة على الأهداف الأمريكية بعيدا عن التوتر والقلق. فرصة لإسقاط النظام وإنقاذ لبنان، عنوان مقالة في صحيفة النهار اللبنانية للكاتب علي حمادة، حذر فيها بأنه إذا لم تسقط الضربة العسكرية الأسد ويحرر الثوار العاصمة فإن الحرب سوف تطول لسنين، لذلك يجب إسقاط النظام السوري مهما كانت الكلفة. الأفضل هو أن تأتي الضربة الأمريكية بزخم كاف يخلخل النظام ويفتح الباب أمام تقدم قوات الثورة في اتجاه العاصمة واختراقها، ولا بد من أن تفتح الضربة بما يكفي لزعزعة النظام الباب أمام هزيمة إيران الميدانية في سوريا، ومعها بطبيعة الحال حزب الله، وإلا فإن الحرب في سوريا مستمرة لسنوات طويلة، ومن يتحدثون اليوم عن 100,000 قتيل سيتحدثون بعد عام عن 200,000 أو 300,000. لا مناص من استغلال الثورة الفرصة الذهبية التي قد تتوافر لها عبر الضربة الأمريكية، ولا بد لها من أن تستميت للبناء عليها، لأن الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى قبل سنوات طويلة. المطلوب إذن التفكير في إسقاط النظام في كل مكان مهما بلغت الكلفة. هذه هي مهمة الجيش السوري الحر بكل مكوناته وألويته، ومهمة جميع الدول الداعمة عربية كانت أم غربية. يبقى أن نرى ما هي حدود الضربة الأمريكية. ماذا عن لبنان في خضم هذه المعمعة؟ ثمة مشكلة يتسبب بها حزب الله منذ أن تورط في قتل السوريين على أرضهم تلبية لقرار من المركز في طهران. هذا التورط يجب أن ينتهي اليوم قبل الغد كيفما أتت الضربة، وعلى الحزب أن يعيد مقاتليه إلى لبنان من دون إبطاء، كما أنه مطالب بأن يدرك أن للتورط حدودا، وإن أي محاولة لتوسيع دائرة الأزمة عبر شن حروب جديدة أكان من الجنوب أم غيره مرفوضة لبنانيا. نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تحقيقا للصحفي بيتر بومونت حول مخاوف الدول المجاورة لسوريا من التداعيات المحتملة للأزمة السورية. ورصد بومونت حالة من التأهب بين المواطنين في القرى شمالي الأردن قرب الحدود مع سوريا مع توافد المزيد من اللاجئين إلى الأردن. وأشار الصحفي لأن هذه الحالة تتبدى أيضا بدول أخرى مثل لبنان وإسرائيل والعراق، حيث تسود مخاوف من أن الأزمة السورية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100,000 شخص حتى الآن قد تزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها. كما عززت الأردن وتركيا وإسرائيل من استعداداتهم العسكرية في ظل مخاوف من تداعيات واسعة لأي ضربة قد توجهها الولايات المتحدة لسوريا. بحسب التحقيق أضاف الصحفي نقلا عن مصادر أن السلطات السعودية رفعت من مستوى استعداداتها الدفاعية، كما ألغيت إجازات الأفراد للقوات المسلحة. إيران تتخوف من تغير الموقف الروسي حول مشاركتها في جنيف 2. مقالة في صحيفة المستقبل اللبنانية للكاتبة ثريا شاهين جاء فيها بأن هناك تخوفا إيرانيا من أن يغير الروس موقفهم في آخر لحظة حول مشاركة إيران في جنيف 2، أن يبيع الروس الإيرانيين كما باعوا حليفهم الأسد. هناك تساؤلات: لماذا يريد الغرب البحث مع إيران حول العراق أثناء التفاوض ويتم استبعاد إيران عن الملف السوري، بحيث لا يريد الغرب مشاركة طهران في مؤتمر جنيف 2 حول سوريا؟ الغرب يتهم إيران بأن سرايا القدس التابعة للحرس الثوري تشارك في القتال في سوريا. إيران يهمها المشاركة في جنيف 2 لأنها دولة مؤثرة، والروس يساندون بقوة مشاركة إيران. لكن هناك تخوفا إيرانيا من أن يغير الروس موقفهم أخر لحظة حول المشاركة. إنما لا يعني ذلك أن لا تواصل روسيا إيرانيا، بل هناك تنسيق كامل ومع الصين أيضا حول وضع سوريا. فإيران تنفي المشاركة كليا في الحرب في سوريا وتقول إن هناك زيارات لأهداف استثمارية ونفطية، لكن المصادر تشير إلى أن إيران تعتبر أن تعاطيها مع الملف السوري يعود إلى القيادة لأنه مسألة استراتيجية لا تتعرض للتغييرات،
وإن تغير أسلوب التعاطي، وهذا ما ينطبق على الموقف حيال لبنان وحزب الله. وهناك احتمالات حول أصل مشاركة الحزب في سوريا، فإما أن ذلك ناتج عن قرار خامنئي خلال زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لطهران أخيرا، أو أن ذلك يعود إلى التقدير الخاص بالحزب، أو أن إيران دائما تشارك في نزاعات في المنطقة لكن بشكل غير علني، وهي تفضل عدم الإعلان عن الموضوع. اعتبر الكاتب شهر شهد ثالث في صحيفة الشرق الأوسط في مقالته التي حملت عنوان روحاني ضحية الهجوم على سوريا، بأن الضربة العسكرية المرتقبة على نظام سوري قد تسقط الحكومة الإيرانية المعتدلة بقيادة روحاني، وترتفع أصوات المتشددين بشكل غير مسبوق. أمريكا تسعى للهجوم على سوريا لسببين. الأول هو أن بعض التقارير تشير إلى أن جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المعاون السابق لوزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي السابق لدى لبنان، وكان المسؤول عن التصدي للسياسات الإيرانية في لبنان، وفي زيارته الأخيرة حمل رسالة إلى القادة الإيرانيين. يقال إن فيلتمان وفي جلسة مع المسؤولين الإيرانيين جعل الإيرانيين يفهمون إنه في حال الهجوم على سوريا من الأفضل ألا تتحرك إيران. إن رد فعل إيران على الهجوم على سوريا يعتمد على قوة هجوم أمريكا وحلفائها. إن المسؤولين في الجيش الإيراني وقائد الحرس الثوري الإيراني حذروا من قيام أمريكا بمثل هذا الهجوم، إن عدم تصرفهم أبدا سيجعلهم عرضة للموقف الذي وقع فيه الرئيس أوباما حاليا. بعبارة أخرى، في حالة عدم القيام بأي رد فعل ستنتشر الفكرة القائلة إن إيران رغم كل تهديداتها الكثيرة فإنها من الناحية العملية خافت من مواجهة أمريكا. على كل حال، إن أي طريقة سيستعملها الغرب تحت قيادة أمريكا في هجومه على سوريا، فإن نتيجة هذا الهجوم ستكون إعادة التشدد إلى الجو السياسي في إيران وإضعاف قوة حكومة روحاني حديثة التشكيل. في حال هجوم أمريكا على سوريا، فإن المفاوضات المباشرة بين إيران وأمريكا ستلغى على مدى المستقبل القريب. سوف ترتفع شعارات نارية من الجهتين، ستتوسع فجوة الخلاف بين أمريكا وإيران حول الموضوع النووي بتشديد الحصار أكثر. عودة إلى ضيفنا في الأستوديو الكاتب الصحفي معن بياري للتعليق على ما ورد في الصحف السابقة. أهلا بك من جديد. الكثير من صحف اليوم تحدثت عن سيناريو الضربة العسكرية المرتقبة، برأيك كيف سيكون هذا السيناريو؟ يعني الزملاء الذين انشغلوا بهذا الأمر في كتاباتهم وتعليقاتهم في صحف اليوم، نعم، يعني ليسوا جنرالات ولا ضباط في وزارة الدفاع الأمريكية، ليسوا خبراء في البنتاغون حتى يرسموا سيناريوهات عسكرية لوجستية ميدانية. لا أستطيع أن أجتهد في هذا الأمر، باستثناء ما قاله الرئيس الأمريكي نفسه ووزير خارجيته جون كيري عندما قال أنها ستكون محدودة. لكن في اعتقادي أن طبيعة الرد السوري إذا كان هناك رد سيكون على هذه الضربات سيعني تعديلا في السيناريو الموضوع، سيعني ربما اتساعا بالأهداف. إذا زيد على ذلك أن حزب الله تصرفا معينا باتجاه إسرائيل بأمر إيراني، بالتأكيد سنكون أمام سيناريو مختلف. يعني أعتقد أن الضربات الأولى، ما نواتج الضربات الأولى ستحدد السيناريو العام لهذه العملية العسكرية، لكن من الآن لا أستطيع أن أرسم حسنا سيناريو مؤكد. باعتقادك كيف يمكن للأسد أن ينقل الحرب إلى دول الجوار كما هدد سابقا بالحريق الذي سيمتد لدول الشرق الأوسط إذا تمت الضربة؟ يعني في ظني أنه طبعا الكلام كما نقول ليس عليه جمرك، يستطيع أن يقول ما يشاء، نعم، الأسد، لكن لا أعتقد أنه سيعتزم يعني اعتداءات من نوع معين مثلا باتجاه الأردن باتجاه تركيا، لأن عقوبته ستكون فظيعة. نعم. الأمر المحتمل، الأمر الأكثر احتمالا وليس مؤكدا، هو محتمل، هو أن يحاول حزب الله حر يعني إشعال المنطقة وتأزيمها، نعم، بالذهاب نحو ضربة تجاه ضربة صاروخية معينة تجاه إسرائيل، الأمر الذي سيحتم على أمريكا ردا معينا، الأمر الذي أكدت إسرائيل أنها لن تتهاون معه. هذا الاحتمال على محدوديته هو الرد، يعني الرد أو التداعي الأكثر
إمكانية لحدوثها. أما النظام السوري في دول الجوار فلا أظن أنه سيفعل شيئا. هذا الاحتمال أيضا يذكرنا بمقام به الرئيس الأسبق صدام حسين عندما ضرب إسرائيل بعد أن اتفق عليه التحالف الدولي. طيب برأيي كيف سيكون اليوم التالي بعد سقوط الصواريخ على بنك الأهداف في العاصمة دمشق؟ يعني هذا كما قلت اليوم التالي سيكون مواصلة لليوم السابق، لأنه عندما قال أوباما وكيري بأن الضربات ستكون لن يكون زمنها مفتوحا، يعني واجتهد كثيرا بأنها لن تتجاوز يومين أو ثلاثة، لكن إذا كان الرد السوري، إذا كان هناك استعراضية سورية معينة مثلا في هذه الحالة، سيكون اليوم التالي أكثر جحيما وأكثر إيذاء من اليوم الذي سبقه. يعني نستطيع أن نبني مثل هذا التصور بناء على ما سيكون عليه التصرف السوري الرسمي. ماذا عن الدور الذي ستلعبه إيران وحزب الله في سوريا إذا تداعى نظام الأسد من هذه الضربة؟ يعني ليس هناك من احتمال آخر سوى أنهم ربما يستهدفوا مستوطنة إسرائيلية بضربة معينة. نعم. لكن أعتقد أن المحاذير أنها ستحسب كثيرا جدا 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 هذه المسألة، ربما تكون يعني ستكون خطوة انتحارية. وفي ظني أن قوة الضربة الأولى وقوة الضربات الأولى الأمريكية التي ستحدد ما إذا كان حزب الله سيتصرف بمثل هذا التصرف أم لا، وبالتأكيد بأمر إيراني وليس من تلقاء نفسه. البعض أيضا أشار إلى تخوفات كبيرة تحيط بتداعيات الضربة العسكرية على نظام الأسد على الداخل اللبناني. برأيك ما هي الصورة التي سيكون عليها لبنان بعد الضربة؟ نحن سنكون أمام لبنان آخر. يعني لبنان في الحالة الراهنة قبل الضربة من شهور أو من خلال سنتين، في لبنان مختلف عما سبق. لبنان أثناء الأزمة السورية قبله يعني مغاير لما كان عليه قبل لبنان ما بعد الحالة السورية، ما بعد الثورة السورية، هو غيره عما كان عليه سابقا. وبالتأكيد سيكون حال لبنان سياسيا وبعد الضربة وبعد حدوثها في غير ما كان عليه قبل حدوث هذه الضربة، هذا على الصعيد العام. لكن المسألة إذا امتدت عسكريا وأصبح هناك تصرف من حزب الله واختلطت الأوراق، فإن لبنان بصراحة سيكون في مهب مزيد من الانقسام، مزيد من التأذي الحاد على ممكناته ومقدراته وعلى الدولة اللبنانية عموما وعلى المواطن اللبناني. يعني وعندما يحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس واليوم من مثل هذه الاحتمالات فهو محق، لأن لبنان أنت تعرف يعني ليست الدولة التي المحصنة تجاه مثل هكذا تأثيرات ضاغطة وقوية عليه. ماذا أيضا عن انعكاسات الأمر على الأردن؟ يعني الأردن يتخذ احتياطات، وأعتقد أنه مطمئن إلى أنه لن يمس عسكريا، لكن أكيد هناك يقظة عسكرية في هذا الأمر، الاحتمالات مطروحة. الملك عبد الله الثاني زار مرتين الجنود أو القوات الأردنية المرابطة في الشمال. طبعا هناك يقال عن إشراف أمريكا، وجود بعض الوجود الأمريكي والتعاون الأمريكي من أجل مراقبة الوضع، وهذا أمر في ظني مشروع لأنه الدولة بدأت تحمي نفسها. لكن الإشكال الأكثر احتمالا وأكثر حضورا هو مزيد من اللاجئين، فما يعني هذا يستتبع مسؤوليات مستجدة على الدولة الأردنية. وقالت عمان أمس في ما أعتقد أنها ربما ستنشئ مخيما آخر للاجئين. في خارج هذا الأمر لا أظن أن هناك يعني تداعيات ضاغطة إلى حد أكبر من هذا المستوى. بإيجاز إذا تكرمت، ماذا عن العراق وهو الآن يشهد احتجاجات عارمة ضد المالكي؟ يعني العراق له تفاصيله الأخرى، في ظني لن يتأثر كثيرا، يعني هو الأقل تأثرا من لبنان بالتأكيد. لكن إذا تضرر النظام السوري بشكل كبير فإن المالكي سيجد نفسه في وضع أكثر حرجا مما هو عليه، حيث أنه كان مراوغا ومناورا، ووزير خارجيته زيباري يعني حاول أن يلون الموقف العراقي الرسمي بألفاظ وبمصطلحات غائمة وعائمة، لكن لا أعتقد أن هناك تأثير كبير سيكون على العراق بشكل عام. الكاتب الصحفي معن البياري، كنت قد علقت معنا على أبرز ما أوردته الصحف العالمية والعربية، شكرا جزيلا لك. أنا وسهلا، عفوا. مشاهدينا فاصل قصير، نواصل بعده ما تبقى
من الصحافة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يا شبيحة الأسد اطمئنوا، مقالة في صحيفة الدستور الأردنية للكاتب باتر محمد علي وردم، انتقد فيها بتهكم ما وصفه بصراخ وعويل مؤيدي الأسد وشبيحته ضد الضربة العسكرية، وبأنه اكتشف فجأة أن أنصار النظام يملكون ضمائر إنسانية عندما يتحدثون عن الخسائر التي سوف توقعها الضربة العسكرية في صفوف المدنيين متناسين ما فعله الأسد بسوريا وشعبها طوال العامين ونصف العام الماضية من دمار ومجازر. من نكد الدنيا علينا أن نضطر في هذه الأيام للاستماع إلى صراخ وعويل مؤيدي النظام السوري ضد مخططات توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. اكتشفنا فجأة أن أنصار النظام وشبيحته يملكون الضمائر ويعرفون أن قتل الناس خطأ وأن الضربة الأمريكية سوف توقع خسائر في الشعب السوري وهي تدخل خارجي وغير مقبول، كما اكتشفنا مدى إعجاب أنصار النظام بالديمقراطية البريطانية بينما يستمرون في دعم نظام تسبب في معاناة هائلة للملايين من شعبه. من حق أنصار النظام أن يستمتعوا بهذه اللحظة حيث يمكن لهم إعطاء محاضرات في الوطنية والقومية وهم يدركون بأنه لا توجد نوايا للولايات المتحدة ولا للغرب بإسقاط النظام السوري، وإن أقصى ما يمكن فعله هو توجيه ضربة تحفظ ماء الوجه لواشنطن باعتبارها القوة المسيطرة في العالم، وربما تبعث برسالة إلى النظام السوري لعدم تكرار إحراج واشنطن والمجتمع الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري. سيحتفظ النظام بحق الرد على الولايات المتحدة وهو يدرك بأن أي محاولة للرد أو الهجوم على إسرائيل في حالة يأس ستعني تحول أهداف الضربة إلى إسقاط النظام، ولن يفعل ذلك أبدا. سوف يتحمل النظام الضربة الأمريكية، ولكن كل شخص يحمل ضميرا في العالم العربي سيضطر إلى تحمل ما هو أصعب بكثير وهو الاستماع إلى محاضرات وتنظير أنصار النظام وشبيحته حول الوطنية والقومية والإنسانية، وهو أمر يتجاوز كل حدود التحمل الإنساني. كتبت صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها تحت عنوان الأسد يستعد للضربة بذات الأساليب الإجرامية، ذكرت فيها أن الأسد بدأ بتجميع المعتقلين المدنيين في بعض المدارس لاتخاذه منها مقرات أمنية جديدة وبنشر قواته في الأحياء المدنية ليتخذ من المدنيين دروعا بشرية إذا ما وقعت الضربة العسكرية ثم يتباكى عليهم. لا يبدو أن النظام السوري يتعافى من النوبات العصبية التي تلم به حتى في أكثر حالات الخطر التي تتطلب تصرفا هادئا وحكيما لتقييم الأوضاع والنتائج، بل يزداد عصبية وإجراما كلما ضاق الخناق عليه. ففي استعداداته لتلقي ضربة عسكرية غربية لمنشآته وقواته المسؤولة عن إطلاق أسلحة كيماوية على غوطة دمشق لم يفكر النظام بتفادي الضربة سوى بالوسائل الإجرامية أيضا. المعلومات التي تريدها المعارضة السورية مؤسفة ومؤلمة، وهي أن النظام يفرغ بعض مقرات مخابراته وميليشياته ويضع مئات المعتقلين مكبلي الأيدي في هذه المقرات ويسرب هذه الأنباء كي يقول إنه بعلنية وقحة يتخذ من الأبرياء المدنيين المغلوبين على أمرهم دروعا بشرية. ولاحظت قوات المعارضة أن النظام قد بدأ أيضاً يوزع قواته في الأحياء المدنية، وأيضاً يتعمد أن يمركز بعض قواته في أحياء مسيحية لاستدراج إمكانية قصفها كي يستخدم دماء الأبرياء غداً في دعايته الإعلامية. النظام وقوات الاحتلال الإيراني عودون على أنهم يعتمدون أقصى الفظاعات، بل ويفضلون لأسباب طائفية وحقد تاريخي إزهاق الأرواح العربية. لهذا يغتنم النظام ورعاته في
طهران أي فرصة لتفعيل برنامج التطهير العرقي، خاصة أنهم يتبعون في حربهم نظرية الأرض المحروقة، وهذه السلوكية المغلى بالعدوانية ضد الإنسانية تحتم على المجتمع الدولي أن يفكر جديا، ليس بضربة جراحية فقط، وإنما بإزالة النظام وإنقاذ ملايين الأبرياء السوريين من محرقة تشبه محارق النازية وجرائمها. إلى رسوم الكاريكاتور. صحافة اليوم انتهت، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.